إسقاط الأموال وهكذا. فبدأت أناقش الأخوة فيقولون طبعا كانوا يحتجون علي قبل أو يحتجون علينا نحن طلاب مساكين ذاك الوقت، كانوا يقولون هذا لا يصح وهذا لا يصح ولا بد منها في الحديث، وأن منها هذا المؤرخين يقولون يعني ليسوا ثقات ومعظمهم ليسوا ثقة، الواقدي ضعيف وفلان ضعيف وابن إسحاق يدلس والهيثم بن عدي كذا. فلما وجدت هذه الأمور التي كانوا ينفونها وجدتها بأساليب صحيحة على منهج أهل الحديث وحاجزتهم بها، وجدت المكابرة، وجدت المكابرة الشديدة حتى من الصحيحين، مثلا سب الإمام علي على المنابر وجدته في البخاري ومسلم وكذا وما أشبه ذلك. بعد ذلك لما أحاجزهم به مثل حديث أبي حازم عن سهل بن سعد في صحيح مسلم أمر إيش دخلك هذه أمور قد انتهت الإمساك عما جرى بين الصحابة. طيب يا أحبابي أنتم الآن تدرسون ما جرى بين الصحابة وتقفون مع الظالم ضد المظلوم، فنحن إذا وجدنا روايات تثبت ظلم الظالمين تقولون دعك منهم ربما حط رحالهم في الجنة. بدأت بهذا النفس البسيطة المتسائلة، وأشكر للأمانة الله يرحمه الشيخ بن باز، أذكر أنه هو من أعطاني هذه الثقة عندما ذهبت إليه عام 1409 تقريبا وسألته عن هذه الأمور، هل صح أن بني أمية كانوا يسبون عليا؟ فأجاب أول ما أجاب قال لا يثبت بسند، وإنما ذكر في التاريخ. فلما ذكرت له أحاديث من صحيح مسلم وهو حديث عامر بن سعد عن أبيه، ثم ذكرت له الحديث الآخر حديث أبي حازم فقال نعم هذه من الزلات، ذكرت له حديث سألته عن حديث عمار تقتل الباغية فقال نعم الباغية هي فئة معاوية قتلت عمارا، فقلت له ما معنى تدعوهم إلى الجنة الفئة الباغية أو الإمام آسف عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونها إلى النار، فقال عمار يدعوهم إلى طاعة الإمام علي التي هي من أسباب دخول الجنة، وهم يدعونه إلى الفرقة والتنازع والاختلاف التي هي من أسباب دخول النار. فوالله ارتحت، خرجت ذات اليوم من عند الشيخ بن باز وأنا أكاد أطير من الفرح. لماذا؟ ومن تلك الأيام أرى أن السنة فيها خير كثير، أنها واسعة جدا، وهذا السبب يعني كثير من الأخوة يقولون أنت يعني تعرف التهم بالتشيع واعلم تشيعك. والله لو كنت اعرف لو لا اعرف ان الحق السني يتسع لي لا اعلم تشيعي ولا اباضيتي ولا زيديتي ولا